هنا الخلافيات سوق المسرحيات. نعم. سوق نموذجي سوق المسرحيات. ايوه. حنا سيدي من 2006 وحنا في ذاك السوق. هذيك هيبة ملكية هبة علينا سيدي محمد نصره الله وأيده وأطال لنا في عمره، الله يطول عمره ويخلي له وليداته. احنا كنتمناو منه ومن هاد المسؤولين، كاتبنا ليهم يوم بعد يوم، نهار بعد نهار وشهر بعد شهر، وحنا كنتسناو في الأجوبة ديالهم على العداد الكهربائي. واليوم سيدي المفضل دخل لنا الفراشنا، واليوم كنتسناو في العداد. واليوم طالبوا من سي هشام الله يخليه ويقويه ويزيد في مداده ود البلاد، وانتخبنا عليه وفرحانين به. كنقولوا هذا هو اللي غادي يحل لنا المشكل ديال الضوء. واليوم ساداتي كنتمناو منه، هو انا سمعني من هذا المنبر يا سي هشام، رحنا محتاجين ليك، رحنا مالكين يدينا ليك، رحنا ناس ضعفاء والضعفاء تحت الله. احنا كنا ضعفاء تحت الله. اليوم يا سيدي احنا كنطلبوا منك العداد يا سيدي هشام، عيننا راه الوقت صعيبه والظروف صعيبه والظروف قاسيه، المسكين ما عندناش، محتاجين من نهارنا من نهارنا محتاجين للقمه العيش. يا سيدي هشام رحنا واقفين دابا امام المجلس، رحنا امام البشويه، رحنا اللي عنده وليدات واقف واللي عنده حريفي واقف. احنا كنا حريفيين، احنا كنا بياع وشرايه، احنا كنا عندنا وليداتنا بصنعاتهم، كاينه اللي خياطه، كاينه اللي عندها الحانوت وغدير تهيئة مسؤوليه لوليداتها، كاين كل واحد تابعته هو شغله. والسلام عليك يا سيد هشام، السلام عليك يا سيد هشام، ونتمناو منك الخير ان شاء الله. اختي سميه، والبارح كنا حاضرين يعني واحد اللجنه كانت جات باش انها تحصين الناس بسبب العداد والكهرباء، وبالتالي اليوم كاينه وقفه احتجاجيه. شفتوا معنا الانطلاق ديال الاحصاء المحلات، انتم شفتوا كيفاش الناس كيفاش استقبلوا هذيك اللجنه، على اساس ان ديك اللجنه راه جايبه مع واحد الامل انه غيكون تثبيت للتجار، غيستافدوا بقرارات بلديه على المحلات ديالهم، غيجيو موراهم عدادات كهربائيه. الناس كانوا فرحانين والاشغال بدات كما كنتوا واقفوا معنا. هل اللجنه الله يجازيكم بخير، هل اللجنه اللجنة بدات بواحد العملية اللي غدا كانت غدا بواحد النزاهة، تبعت المحلات بالترتيب كما كنت سبقت ليا وقلت لكم انه كاين 299 حانوت اللي اصلية، وكاينين المحلات اللي تبعتهم القياد والسيد العامل جنبات ديال السوق. كنا كنشوف في اللجنة انها غادا على حسب البلان من واحد حتى 299، فإذا به توقفوا نهار ثلاث، وقفوا لنا في المحلات في المحل رقم 60، وقفوا في المحل رقم 60 النهار الأربعاء ما جاوش. تبعناهم كنستفسروا علاش ما غاديش تجي، وقال لك ما غاديش يحاسب شي واحد اللجنه، غادي نخدم وقت اللي بغينا. ماشي مشكل، ماشي مشكل اسيدي، خدم وقت اللي بغيتي ولكن كمل معانا. جاو اليوم الخميس، نهار جاو نهار الخميس بداو يمكن من الحانوت رقم 80، جينا كندخلوا كنقول لهم الشريف راه خاصكم تمشيو بالترتيب، قال لك ما توريوناش خدمتنا، ولاو كيحصيو واحد كينقصوا واحد، نقصوا من 60 ل 100 وشي حاجه، من 100 وشي حاجه مشاو للمحلات اللي بديكم تسبتين اللي دخلوا على طريق القياد اللي تسبتهم القياد في الجنبه ديال السوق، ولا من 80 نقص ل 300، كيحصي واحد وكينقص جوج، عا كيحتج عليه واحد ولا جوج، كيجمع وريقاته كيقول سمحوا لي انا ما خدامش معاكم. يعني كتشوفوا ما كايناش نزاهه تما في الاحصاء. ما كايناش نزاهه، ما كاينش انضباط، وما كاينش المشاركه ديال التجار والمنتجين ديالهم. ما كملش الاحوان اللي اصليين، بدا كيقيد العشوائي. اشنو فيها؟ لا خرجت اللجنه من الاول مع الممثلين ديال السلطه المحليه، خرجت اللجنه مشاركه من الاول. اشنو فيها؟ لا هاد الناس تبعوا المحلات بالترتيب ودازوا الناس اللي جنب السوق اللي حنا عمرنا ما نكرهم ونقولوا ما كاينينش، هذا تفهد ديال الفوضى. ولكن السيد رئيس اللجنه بما انك غتنقذ المحل اللي كاين عندك في البلاد وتجي تحصي واحد من الناس اللي زايدين. نعم سيدي، مرحبا. لا سميه واحد السؤال، دابا انتم هذا الاحصاء هذا، نعم. يعني راه النهار الاول فاش تعطاوكم دوك المحلات ولا تعطاوهم دوك المحلات، نعم. تعطى باحصاء، ما معنى كلمه الاحصاء؟ لا سيدي ما تعطاش باحصاء. الناس ديال 2006 و2005 دخلوا عباره عن لوائح اللي خداوها الناس، اللي كما كانت توضحت السي طارق في اللقاء الاول انهم الناس اللي ترحلوا من حدا حمام خطر راشيديه فين كاينه الكارفور ماركت دابا، هزهم بعباره عن لوائح، كيهزنا كتدفع اللائحه كيحصلوا التجار في الفراشه فين كاينين، فجروا الاعاده ديال الادماج ديالهم وهزوهم حطوهم في دوك المحلات ديال القرارات بدون لوائح، لا يديك ولا يخليك. بقى المصير هكاك مجهول حتى لهذا العام، فاش كنفرحوا كنقولوا ان لقينا واحد المجلس
اللي على راسو السي هشام عيسمنا استقبل الناس وخرج القرار اللي كان عندنا في 2018 واحد القرار اللي كان جاتو جهويه براس من قبل انه فعلوا القرار اللي كنا كنطلبوا فيه على الاقل نقطه واحده انها تتفعل اللي هي انه خرج للاحصاء المحيل درك عارف ماذا محلات راه كاين وفاه كاين اللي تنازل عليه كاين اللي سمح فيه يعني ناس مشاو ناس جاو يعني اللجنه المحيله اللي غتحسن في الامر كنا كنتمناو من هاد الناس اللي غيجيو ممثلين الجماعه انهم يجيو ويقوموا بالعمل ديالهم على على اصح وجه ويمشيو بواحد النزاهه وواحد المصداقيه ولكن هادشي ما كانش بمجرد اننا نبغيو غير نفسو ليهم انتباه ان راه شوف راه كاين واحد البلان اللي هو مرقم سير عليه الناس كيصوروا في وجهنا معنا الناس اللي كيحصي واحد وكينقص جوج الناس راه ما بقاوش قدروا كيحسوا راه حسوا بحال هاد الشاب اللي معايا راه انا حصاو اللي حداه ونقزوه اجي انت قلعو كيقول لك لا الجمعيه متواطئه معاهم ولا بايعين وشارين معاهم وضح للناس وضح للناس كاين تورط ديال الجمعيه في هاد المساله ديال الجمعيه الجمعيه محرجه الجمعيات محرجه في هذا الامر مادام الجمعيه انها كانت واحد الطرف انا كنقول لك اسيدي راه عندنا هاد الناس اللي في اللائحه راهم كاينين والناس اللي في الجنبه ديال السوق راه حنا ما ناطرينهمش لحقاش داخلين بامر من السلطات المحليه وداخلين بامر من السيد العامل ان السوق فيه الطاقه الاستيعابيه ديالته في 299 فاذا به كيتفاجئوا بان اللوائح فيها 310 في غير صفدوا دوك الناس ثبتوهم في الجنبه ديال السوق ولا فرضنا كاع هاد الناس كانوا طاولوا على فين كانت هاد السلطات اسيدي من 2009 فين جاو دوك الناس لدوك المحلات من 2007 يوصلوا حتى 2018 و2020 و2022 ونبداو نقصيو هذا ونخليو هذا باش رئيس المصلحه يخدم بخاطره ويخدم بالطريقه اللي بغى راه هذا الشيء راه كيحز في النفس وهذا التوقف ديال اللجنه بغينا شي واحد غيتحمل المسؤوليه ديالو لما نحملوا المسؤوليه ديال هذا الاحصاء اللي توقف والاسباب ديالو ماذا بينا يكون سبب كيسالي شنو الاسباب ديال الاسباب ديال التوقف ديال اللجنه شنو قالوا لكم باش سي طارق اللجنه ما مشاتش بالترتيب كانت في رقم 60 فين وقفت نهار 3 نهار 6 معنا وقفت في المحل رقم 60 اليوم جات بدات كتخدم بعشوائيه يعني كان اعتراض منكم انتم على هذيك الطريقه لا حنا لا 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 ما اعترضناش لفتنا انتباه سي فلان كرئيس ديال اللجنه اللي خارجه عندك واحد البلان يمكن لك تمشي عليه قال لك ما توريونيش خدمتي واخا سيدي ما نخليوش ما نوريكش خدمتك ولكن ما تقصي حد فاذا به وليتي كتقيد هذا وكتقصي هذا يعني من الاحسن كلشي وقف وماشي حنا اللي وقفنا انه كيف كيسمع الناس كيحتاجوا علاش تقصيني وقف راسو وقف راسو كيقول لك انا كنطلب السلطه المحليه تجي تحميني من حقها حتى تجي تطلب السلطه المحليه تحميني ولكن حنا من حقنا اننا نطلبوا منك انك تتبع المحلات بالتسلسل تبع المحلات بالتسلسل تكون شفافيه ومصداقيه في ما تكونش كل واحد ربعه ولا جوج خمسه اصلا السوق ماشي عشوائي السوق البلديه مرقمه في 2003 هذا المشكل ديال السوق ماشي حديث العهد راه شحال هذه وكاين مشاكل وكاين اكراهات لا من ناحيه الصيانه لا من ناحيه الاناره لا من ناحيه الماء لا من ناحيه جميع الامور لان احنا ديجا عندنا شكايات في هذا الموضوع هذا لحد الساعه فين وصلت هذوك الشكايات ديالكم من 2007 على ما كنظن اليوم هذا حبيسه الرفوف من 2009 فاش بدات اول جمعيه تما وتوالت على الجمعيه الثانيه وجاو ممثلين ديال التجار ها هما كاينين اللي عياو من الجمعيات وعياو ولا كيبان لهم كلشي كذوب في كذوب هذا كاسيدي راه ولينا كنخجلوا اننا نهزوا شي طلب ونحطوا في حسابات الضبط باش يخرج عندي دابا نائب او لا نائبه وتقول لك سير عاود دير واحد المراسله باش تستقبل لك الرئيس ما بقاش فينا خويا الطاقه التحمليه اللي غادي نتحملوا مازال ونديروا مراسله اخرى ونكتبوها ونطبعوها ونتسناو واش يجاوبونا ولا ما يجيبوناش الاطنان ديال الاوراق اللي واصله من كلا الجمعيتين وعمرها ما وصلنا عليها شي جواب كتابي وقدام الناس هما كيسمعوا عمرنا ما جاوبنا كتابيا كنراسلوا بطريقه قانونيه وكنعرفوا بالصفات ديالنا والمراسلات ديالنا كيمشيو قانونيه وما كيجيناش جواب كتابي وحتى هاد اللجنه اللي خرجات ما كانش لينا عليها واحد القرار واحد البي في اللي غيخرج عندنا ان اللجنه الثانيه خارجه اللي فيها الاعضاء فلان وفلان وفلان اللجنه اللي خارجه ما عرفناش الصفات ديالهم واخا هاد اللجنه هادي عندها رئيس ديالها عندها رئيس واش درتوا شي شكايه مباشره للسيد الرئيس ديال المجلس الجماعي بهذيك اللجنه اللي خرجت ودارت هاد الخروقات بيني وبينك اسيدي مجرد ما توقفات اللجنه دابا على الاحصاء مورا هاد الخروقه صافي عشوائيه ديال الخدمه باش كنخدم كنعاود نسطر عليها بثلاثه خطوط حمرين ان خدمه عشوائيه اليوم الناس نتافضوا ولاو كيقول لك الجمعيات متواطئين معاهم كيفاش يحسنوا شي وينقدوا شي يعني الناس ما بقاش عليهم الصبر هنا باركين وهنا غيبقاو باركين تيجي هادشي اللي غادي نقول انا الناس حتى واحد ما غيتحرك من هنا المطلب ديالكم انا تحريفي كنطالب بالضوء خلينا ناخذ كلمه ونرجعوا عندك ترى نعطيو كلمه اللجنه تخرج مشاركة فيها سلطة محلية وفيها موظفين في الجماعة وتخرج ما تنقص حتى محل وتكمل الأرقام ديال المحلات بالتسلسل والناس اللي في الجنبة ديال السوق راهم محطوطين بقرار من القيادة السابقين وقرار من العامل من السيد العامل الشقيق سابقا يعني حتى هذوك الناس فاش تكمل 299 ديال القانونية
دير معنا في القانون. يعني العمل باللوائح القديمه. العمل باللوائح. تفضل استاذ، معنا واحد الحرفي من المستفيدين في السوق النموذجي المصباحيه، تفضل. وانا كان عالي من ناحيه الكهرباء، انا صدور معلم، كان بغي نصاوب بريكولات ديالي ما كنلقاش باش كنصاوب. زيد. والاب ديالي كيجي عندي موسن ميقات المغرب ميقات 8 ونص ديال الليل، كيلقاني مشي على الشمع. وكيبغي يخرج غير لي طواليط ما عندوش كيفاش يمشي لي طواليط. حاول ترصي الميكرو باش تصوت. الكهرباء ما كايناش اخويا، كنعانيو من الكهرباء كاملين حريفي هنايا. سمعتيني اخويا؟ كنعانيو من الكهرباء. والاب ديالي وجميع الناس كهذا السيد كهذه المراه كلهم عائله ديالنا، كيبغيو يجيو غير السوق ديالهم ما كيقدروش، كتولي الظلمه تما وخارجه الدخله ديال المحمديه. منطقه نائيه تما. منطقه نائيه. خطيره. خطيره، خاصو يكون اخويا، خاصو يكون الضوء، حنا كنعانيو من ناحيه الضوء. جوج طواليطات كاينين وما كاينش فيهم الضوء لا يعقل اخويا. عندنا وثائق تتربطنا مع الجماعه. راه ماشي تنهضروا على الاخوه. كاينه وثائق تتربطنا مع الرئيس. هشام يتمنى يدير واحد اللجنه خاصه لمعاينه سوق المصباحيات ويجي يتفق على دوك الناس. الناس اللي كيبركوا في السوق، راه انت كتشوف راه الاغلب ديالهم ناس مسنين، نساء ارامل، مع العلم انهم عندهم وليدات باغينهم هذوك المحلات باغين وليداتهم يستثمروا فيهم. دونك هذا الضوء كيفاش غيعطيو لينا وشي كلمه تما يوليو كبار. من المنبر كنطالبوا من السيد الرئيس يدير واحد اللجنه خاصه لسوق المصباحيات ويشوف فيهم لوجه الله ويجي يتفقد الناس، يدير واحد النهار ولادي ويجي يشوف، الا بغا حتى سريين يجي يشوف، يجي يشوف هذاك الوضع اللي كنعيشوه تما. انا كشاب كنعيش وسط أمة ديال عباد الله يعني فايتة 70 عام، وحنا هذاك السوق راه بغينا نوضوا به يعني في إطار المبادرة اللي داير سيدنا يعني شحال من عام هادي، كنتمناو من هذا المجلس حتى هو يحرك معنا شوية السوق وينوض يخدم معنا، حنا راه باغيين نخدموا، حنا ما ديني يدينا لهذا المجلس مرحبا، باغيين نخدموا، إلا ما خدمتش أنا في محلي أنت غنخدم، نمشي نكري. نمشي ندير خدمه سو تريبونس على عباد الله. واخا معنا واحد السيد حرفي اخر في نفس السوق. انا رئيس جمعيه الامن. رئيس جمعيه، تفضل. عرف نفسك. حاول تعطينا الحلول اللي كتقلبوا عليها انتم كجمعيه وكحرفيين، لانه طرقنا الموضوع بما فيه الكفايه، عطينا غير الحلول اللي كتقلبوا عليها. تفضل عرف نفسك. عبد السلام بوزروطه، نائب رئيس جمعيه الامن لفضاء المصباح. حنا ناضلنا على هذا المطلب ديال الضوء، هذا الملف حنا كناضلوا عليه واحد المده زمنيه ديال 14 سنه. شنو هما الحلول اللي الحل لك؟ الحل راه لقاه الحل لقاه لنا رئيس مجلس بلد الاخ هشام، لقاه لنا الحل. كون لجنه كما قالت المجالس السابقه، تيديروا لجان تتحصينها، ولاني ما تيديروش تتمه. ديفو واحد اللي كاين في هذا المجلس كيتاخذوا معاك واحد القرار، ولاني التتمه كتبقى في يدي، غير تيجي شي مشكل كينساونا. المجلس الاول هاد معنا الاجراءات مزيان، ناضت شي مشاكل على الرئاسه، هذا غينتخب هذا، يعني راك عارفين العصابات اللي كيكونوا. حنا ما بقيناش كنبانوا في الصوره، مشينا صبرنا، حنا كولاد المحمديه ما باغيش الفوضى نديروها في المدينه. انا ولد البلاد، كبرت مع بطاطا، انا شانطي جديد كنبيع في الجوطيه، جيتو ريبتو لي المحل ديالي، ريبتو لي المحل ديالي، عطيتوني واحد المحل باش نعيش فيه، باش نعيش فيه ونستقر فيه ونعيش فيه وليداتي. و14 سنه عباد الله المحل ما استفدت منه والو، زمطتني السلطه النهار اللي خديته، زمطتني السلطه جي لحانوتك الا خويتي غنقلعوه لك. ملي تنجي لحانوتي تنبقى بارك فيه. ما كانش عندنا الجمعيه، نهار كونا جمعيه ودينا معاهم اجراءات قانونيه، بغينا الضوء. حاليا الحمد لله عندنا وثائق تربطنا بهم، هذا التتمه ديالها، هذا التتمه ديالها. تفضل. بالنسبه للوثائق اللي كتربطنا معاهم، ما كي هنا كاين شي ايادي خفيه تتخزنها، ما تيبقاوش يبينوها للوجود. وحنا دابا رانا تنقول الاخ هشام، الا ما كنتيش بعلم ان حنا راه عندنا وثائق مسنين فيهم، كاين عندنا ضعف، عندنا مقرر داز في 2012، ابريل 2012، وصادق فيه المجلس بالاجماع. علاش ما ديروش التتمه ديالو؟ علاش؟ وملي تنجيو عندكم تلقاو الفوضى،
ديما الفوضى ديما الفوضى. ودابا الحمد لله المجلس كيبان ليا مزيان، امور خدامه مزيان، موظفين مزيان، وراه كنتمناو عيت منا يكمل معانا، راه هو اللي بدا معانا عطى امر اللجنه، اللجنه راه ما بقاش دير خدمتها، كيجيو يدورو تيتقلقو تيمشيو. شكرا لك الله، شكرا شكرا. كما سمعتوا هذا احتجاج ل مستعملي او الحرفيين المتواجدين في السوق النموذجي لمصلحيات هاد النساء وهاد الارامل وهاد الشباب وهاد الشيوخ اللي كاينين هنا، كلهم من الناس اللي مستافدين، لكن للاسف الشديد ما خداوش حقهم كما كيطالبوا كما كانوا كيتمناوا، وكما تم عطائهم وعود لكل هذا. نتمناو فعلا ان المجلس يسمع الصوت ديال هاد الساكنه، الصوت ديال الحرفيين، الصوت ديال التجار، باش يلقاو التائهة اللي كيقلبوا عليها داك السوق النموذجي بمصباحيات عمالة المحمدية، مدينة المحمدية، جماعة المحمدية.